وانت بقى اسمك الكامل ايه؟ جميس. جميس دولار. دولار لقب عيلتك؟ دولار لا، ده لقب ماهيتي. انا باخد 1 دولار في اليوم ريال. عندك دولارات؟ شور. انا علشان خاطرك ممكن اغير لك الدولارات بفلوس مصر من هنا بسعر احسن من البنك، بس مش لازم حد يعرف عشان دي ممنوع. بعدين سمره كلابوش، شوف اذا كان اصحابك كمان عايزين. جنيه مصري كام دولار؟ 2.5 دولار. عندك كيس؟ اوه وات ذا برايس. ودولار يسوقها. وصلت للدولار؟ مين اللي داولك؟ اللي ساكن في الخامس. والله ده احنا بنطقنا قوي. الدولار دلوقتي يجيب فوق 190. يا بول الرزمه دي 10,000 دولار، يعني الشويه الصغيرين دول بدهم يفتحوا تطبيق، يعني دول يطلعوا 33,000 جنيه وشوي. ودلوقتي وصلنا لاخر سؤال. السؤال قيمته 10,000 دولار، والدولار ب 4 جنيه، يعني 40,000 جنيه. راضي اسمع، انا هديك 100 جنيه في اليوم، اوكي؟ هتخليهم 50 دولار. طيب اوكي، ما هو دولار ب 2 50 يعني 100 جنيه، اوكي؟ دولار ب 5.5. ايه مان، ده عيني جدا. طيب لو في حد من حضراتكم بيصدق انا بقول لك الدولار هيفضل ينزل مش هيزيد، حلو؟ مش هيزيد. كلمة 20 جنيه مش هتحصل، وانا احاسب على هذا الكلام، مش من منطق، انا مش مسؤول عن حاجة. لكن انا كنت الحقيقة طالب شاطر جدا في الاقتصاد جدا يعني، وتخرجت بامتياز المهم، وكملت بعد كده، بس مش ده الموضوع. ومش هيوصل 25، واليوتيوب لا ينسى، ومش هيوصل 30 خالص، وهيفضل ينزل. طبعا